أربع شارع شريف، أربع شارع شريف. يبا معاها رجعنا لكم مرة تانية، ونانسي توفيق النهارده منورة الشرفة بتاعتها. ازيك يا بابا نانسي؟ أهلا وسهلا. فين اللي لعبوا الحاجات؟ جوه. جوه؟ كنا بننظف. هطلع لك أنا ومنى، هجيب لك البيتشي منى ونطلع لك. اتفضلوا في البلكونة. وعامل لي كل أصناف الفراخ النهارده. هاتوها ونعمل شاي وقهوة. منورة بلكونة. ميرسي، منورة بيك دايما. قول لنا بقى. هنتكلم النهارده على الاختلاط ومن أبعاد مختلفة. الاختلاط بين الولد والبنت في المدرسة، في النادي، في التمرين، في حياتي مع الجيران، مع قرايبي، هل صح ان انا ادي مساحه لاولادي ان هم يختلطوا بالاطفال من الجنس الاخر، ولا افضل قافل عليهم تحت بند ان انا كده بحميهم؟ اول حاجه عايزين نفصل كلمه الاختلاط بالاخلاق. يعني مش معنى ان انا ابني بيختلط مع زميلته في الكلاس في الفصل او في النادي في تمرين او مع الجيران بيلعب معاهم يبقى انا كده عندي ازمه اخلاقيه او مش عارفه اربي. فياريت من الاول كده نكون متفقين ان دي حاجه ودي حاجه ملهاش دعوه. طيب الدراسات بقى يعني في كل حته في العالم الناس بتسال هل الصح ان احنا نخلي الولاد معزولين عن البنات لحد سن معين، ولا ان احنا نخليهم من هم صغيرين مختلطين ببعض، وايه الصح وايه الغلط؟ الصحي اكتر هو ان انا طول ما عندي ضوابط ورقابه ان انا اخلي ابني او بنتي مختلطين بالجنس الاخر لاسباب كتيره قوي. اولهم انه بيتعلم ازاي يتعامل مع الجنس الاخر، ان هو بيبقى شايف ان الجنس الاخر ده مش حاجه محرمه عليه، لا ده انا بحطه في مرتبه اخويا او اختي، فبالتالي بكبر وانا ما عنديش الفير او الخوف من الجنس الاخر، وبنبقى مفيش عندنا صدمه الاحتكاك في الجامعه. كل ما بحبس وبمنع، وده بصفه عامه في التربيه على أولادي الحاجة، كل ما بعرضهم إن هم يتمسكوا بيها ويعملوها بعيد عني. فده إحنا متفقين عليه من أول يوم. لأن لما بنفصلهم عن بعض ويبتدوا يكبروا ويشوفوا بعض، تلاقي بقى البنات، ما هديكي مثال، يعني البنات ولد 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 وعايزين بقى، وخلونا بقى أنا هتكلم براحتي، بيقعدوا يتفحصوا الولاد بقى بنت بنت، ويقعدوا يتفحصوا لأن هو متربي إن ما بيشوفش بنات وهي بتشوف صبيان، فمش عارفين اي حاجه عن بعض. فده انا يعني انا هكمل ان من مثلا احنا عندنا ظاهره التحرش اللي زادت عندنا في مصر، دي من اسبابها ان الولاد والولاد ما بيشوفوش بعض وهم صغيرين، وما اخدوش انهم يطلعوا اخوات. هختم بحاجه هقولها وبعدين هخليكي تكملي. وانا صغير كان جيراننا كتير منهم بنات، كنت اتربيت وهم اتربوا شريف ده اخونا وهم اخواتي، اللي هم انا بخاف عليهم مثلا الصبح واحنا رايحين المدرسه، هم كانوا في مدرسه انا في مدرسه، بس واقفين كلنا نستنى الاتوبيس، شريف انا كنت كبير، شريف تخلي بالك على اخواتك وانتوا واقفين الصبح لحسن حد، فانا واقف بقى ايه، ودايما حظي ان اتوبيسي بيجي بعديهم، فانا بطمن انهم يطلعوا اتوبيسهم وانا بعد كده الاتوبيس بتاعي جاي، فانا حاسس ان دول اخواتي بجد. صح. فما حصلليش ولا هم حصل لهم الصدمه. يعني انا مره كنت مسافر بره، وواحده من اصدقائي كانت لازم تسافر البلد اللي انا رايحها دي، هتعمل حاجه ليها علاقه بالدراسه في اسبوع، وانا مسافره اتفسح الاسبوع. والدها ما كانش موافق، كان خايف عليها انها تسافر لوحدها. لما عرف ان انا مسافر قال انا هطمن اكن انا معاها، شريف رايح معاها في الطياره، قاعدين في نفس الاوتيل كل واحد في اوضه طبعا، وراجعين مع بعض هناك بالليل لو هيخرجوا يتعشوا مع بعض، فانا مطمن ان معاها اخوها. بالظبط. بصي العلاقه وصلت. ايوه طبعا. اخ بالظبط. فبالتالي بتبقى علاقه سويه مع وجود ضوابط. يعني ايه؟ يعني انا النهارده لما بقول لبنتي العبي، او عادي ان يبقى عندك زميل في الفصل او زميل في النادي وبتلعبوا مع بعض، مش معناها ان انا بقول لها روحي اقعدوا معاه في حته لوحدكم، او معناها ان انا ست مش عارفه اربيه. فيا ريت برضو تاني انا بعيدها، علشان انا عارفه الفيدباك اللي هيجي لي بعد الحلقه، انت بتشجعي ان الولاد يبقوا مع البنات. لا هنتشتم بعد الحلقه. ده اكيد يعني. الحمد لله. فالمهم احنا بنقول انا ما بجيبش راي نانسي، انا بجيب راي العلم.
ورأي الخبراء النفسيين اللي بعد دراسات وناس عاشت بتعمل إحصائيات ودراسات اكتشفوا إيه. على فكرة في مدارس بتبقى للسنجل جندر أو اللي هي للذكور فقط أو للإناث فقط في أوروبا وفي أمريكا وهنا في مصر في الدول العربية، لكن هم ما بيدخلوهاش لأولادهم عشان دي غلط وحرام، ولو عملت كذا 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 أو عكسها هيبقى أنت مش صح. لا، هما بيدخلوها علشان في بعض الدراسات اثبتت في فتره من الزمن ان البنات لما بيكونوا لوحدهم لان عندهم يعني التفوق اعلى من الولاد بيخلوهم يثبتوا نفسهم اكتر، وبعدين جت الدراسات دي تراجعت لما اثبتت بعدها دراسات تانية ان لا بالعكس، كل ما الولد بيكون مع البنت في بيئه امنه هما الاثنين بيساعدوا بعض على المنافسه وبيكون في روح حلوه في الفصل. اللي أنا عايزة أقوله، كان في مثل أنت شهير بتقوله لسه النهاردة أقربها، على قد لحافك مد رجلك. هتقولي إيه علاقته باللي أنا بقوله النهاردة ده؟ هقولك ليه علاقة. لما أكون أنا مش عايزة أولادي يختلطوا، أو أنا بؤمن بأنه ما يصحش بنتي تختلط بولد في المدرسة، ما روحش أوديها المدرسة المختلطة وأجي بعد كده أقول لها اوعي تكلميه واللي بيكلم الولد ده يبقى غلط وانتي اللي على حق وكذا وكذا وكذا. إني بشوف الولاد بيجولي من مدارس دولية بيكونوا أهاليهم مدخلينهم عشان جودة العلم، لكن محرم عليكي تكلمي ولد، ممنوع تكلميه. طب حضرتك وديتيها المدرسة دي؟ لو الأهالي بيعرفوا العيال دي بيطلع بعد كده نفسيتهم شكرا وإيه المشاكل، مش في الفاظ مش هينفع اقولها حتى لو علميه مش هينفع اقولها برضو عندي في البرنامج للاسف، بس لو الاهالي يعرفوا المشاكل اللي ممكن تصيب الولاد والبنات بسبب هذا الفصل هيجي لهم هلع. والتحريم طول الوقت ما تكلمش فلانه، ده بيجي لي شكوى على الصفحه، ابن اختي ما يقدرش يلعب مع بنتي. ليه حضرتك ما يلعبش ليه مع بنتي؟ صح ولا غلط؟ لا هو حضرتك غلط، لا ما ينفعش، عشان لما يكبروا بقى كده ممكن يحبها ممكن يقرب منها. تخيلي بقى، بصي بيحطوا ايه في بالهم اصلا. انتوا اصلا بتطلعوا الولاد من اول يوم عارفين ان الجنس الاخر ده هيتحرش بيكي هيعمل لك مشكله. عارفه يا نانسي وانا صغير كان في ولاد اعرفهم اصدقاء ليا وكانوا اهاليهم شايفين ان لا لازم يبقى ممنوع الاختلاط، ففي عيد ميلادي ده انا وانا طفل اهلي كانوا بيعملوا لي عيد ميلاد في الحياه كبير اوكي، وبعزم ناس كتيره كل اصحابي بعزمهم، فبعزم الولاد وبعزم البنات، فلاقي الولاد يقول لي ايه ده انت عازم بنات؟ ايوه وهيجوا؟ اقول لهم انا طبعا ببقى مندهش، انتوا بتقولوا ايه؟ بعزم بنات وهيجوا. حتى واحنا في فتره المراهقه كنت شايف ان دي حاجه طبيعيه، اللي بيشوفوا حاجه مش طبيعيه ده بيحصل لهم مشاكل مش كويسه خالص، مش هينفع نقولها برضو. بالظبط، الزمن اللي كان فيه اختلاط وكان في مساواه بين الست والراجل وبين البنت والولد طلع اجيال منهم العمالقه اللي بنشوفهم النهارده، سواء علماء في مجالاتهم ولا مهندسين ولا اطباء ولا ولا ولا، مصر الحمد لله ولاده ومميزه بالعلماء اللي فيها. الجيل بقى اللي احنا فيه دلوقتي اللي بنحرم من كل حاجه وكل حاجه بتتعمل عكس رغبتي تبقى ضدي يبقى غلط، هو ده الجيل اللي طالع فيه اعلى نسبه طلاق، اعلى نسبه تحرش، أعلى نسبة عنف وبلطجة. ليه؟ لأن كل ما بتكبت تأكد أن ولادك الشحنة دي هتطلع بطريقة غير مباشرة بره البيت. والممنوع مرهوب. بالظبط، ده مثل شهير وأنا بؤمن بيه تماما، لأن أنا طول ما أنا بحرم بحرم بحرم، اوعوا تفتكروا أن ولادكم هم اللي قدامكم في البيت، ولادكم احكموا عليهم في اخلاقهم بره البيت مش جوه البيت. صحيح. لان هو جوه البيت عارف ان ماما موجوده والرعب موجود وبابا هيعمل ويسوي. انا يهمني علاقه ولادي بره لما اسيبهم في مكان هيبقوا امنين وياخدوا بالهم من نفسهم. طيب قبل ما اختم معاكي واشكرك، خلينا نسال منى صباحي رايها ايه في الكلام ده. خليني اعرف رايك في نقطه الاختلاط. انت الولاد انا اعتقد انت من الشخصيات اللي ما اسرتك ما كانش عندها مشاكل انت وانت طفله صغيره تلعبي مع اولاد وتنطلقي مع، مش كده؟ بحدود طبعا. بالظبط. علموكي ده؟ لا انا يعني هو ده نفس الفكره بالنسبه لي، الواحد لو اصلا واثق في اخلاقه وفي تربيته وفي قناعاته والفاليوز اللي هو اتعلمها والبرنسبلز اتعلمها، لما يواجه الدنيا وقدامه ناس بتعمل حاجات غلط وناس بتعمل حاجات صح هو مش هيتاثر بيها، لان هو اصلا كان يعني البنت مثلا لو هي عارفه ان غلط انها تعمل كذا مع الولد بس صح انها تعمل كذا مع الولد، لو عرضناها لاولاد كتير هتبقى عارفه ايه صح وايه الغلط، فطول ما هي متربيه صح مش هتفرق بقى حطيناها مع 700 ولد ولا مع ولد واحد ولا مع مش ولاد خالص. ونفس القصه للولد. بالظبط. ميرسي يا منى. نانسي، الناس تتواصل معاكي ازاي؟
عن طريق البرنامج عندك على صفحة 4 شارع شريف أو على طريق الصفحة عندي، كلهم ما شاء الله كله بيسأل عليك عشان أبقى بلغت الرسالة. كل الناس من كل حتة على وجه الكرة الأرضية. قول لنا صفحتك هي، احنا منزلينها على الشاشة بس قولي هنا. The Parenting Lounge by Nancy. هتقولوا لي ليه؟ أقول لكم لأن بالإنجليزي ليه؟ لأن خلاص يعني بيكتبوا نانسي توفيق على فيسبوك أو على جوجل أو على أي حاجة بتطلع لهم الصفحة لوحدها. طيب بشكرك، بشكرك الاسبوع الجاي. الحمد لله على السلامه ونورت الدنيا كلها. ويرسي ان انت جيتي للمستشفى ثلاث مرات. لا ده انا كان ممكن اجي كل يوم لو كنت صحتك تقدر. تسلمي تسلمي، ربنا يبارك لنا في عمرك. ميرسي يا نانسي، اشكرك على وجودك وعلى نصايح اللي قلتيها. هنسمع مزيكا لذيذه قوي باجواء طفوليه، بعد كده نرجع لكم مع كابتن احمد طلعت نلعب شويه رياضه. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا